وضعية الجسم دي لو عملتها 30 ثانية ليها أربع فوائد: بيقوي عضلات البطن والأرداف، وبيزود مرونة الجسم، وبتعالج الترهلات الدهنية وكمان خطوط الأرداف، وبتحسن الحالة المزاجية، وبتعزز من توازن الجسم، وبتخفف ألم الرقبة وأسفل الظهر. الحركة دي اعملها لمدة 30 ثانية بس ودمتم سالمين. نام على ظهرك وحط رجلك على الحيطة لمدة 5 دقايق بالشكل ده. ايه اللي هيحصل؟ ده بيساعدك على الاسترخاء، وبيخلي الدم يتدفق للقلب والمخ، وبيقلل من التوتر والقلق والأرق، وبيزيل تراكم السوائل الزايدة في الساقين، وكمان بيقلل من أعراض الصداع، وكمان بيقلل من الشد العضلي اللي موجود في منطقة الظهر. الحركة دي هتعملها 5 دقايق بس ودمتم سالمين. الحركة دي ليها أربع فوائد، اعملها هتحس بفرق. دي بتشد منطقة الأرداف والفخذين، ومفيدة للبطن وبتساعد في الهضم، وليها خصائص علاجية لآلام عرق النساء، وكمان بتخفف آلام الظهر والرقبة. هتعملها لدقائق بسيطة يوميا ودمتم سالمين. القهوة الخضراء فوائدها ايه؟ مبدئيا كده بتظبط مستوى السكر في الدم، وده من خلال تقليل امتصاص الكربوهيدرات، وايه كمان بيقلل نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، وكمان بيحفز عملية التمثيل الغذائي من خلال زيادة معدل الايض. القهوة الخضراء بتظبط لك ارتفاع ضغط الدم وبتخليهاش تعلى. القهوة الخضراء فيها مضادات اكسدة كتير، فبيخلي جهازك المناعي يشتغل كويس جدا وبيكون فعال. القهوة الخضراء بتحمي لك الخلايا من التعرض للتلف، وده بيقلل من الاصابة بالامراض الخطيرة زي السرطان، والوقاية من الإصابة بأمراض الزهايمر. كل دول بتعملهم القهوة الخضراء. بألف هنا ودمتم سالمين.